أشرف اليوم وزير التجارة كمال رزيق بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية على لقاء تقييمي لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي وصلول الإنتاج الوطني الموجه لسوق الليبية المنعقدين الشهر المنصرم. كللت اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين بربط علاقات تجارية اقتصادية واستثمارية بين العديد من الشركات والمؤسسات الناشطة في مختلف المجالات التي سنسعى على توطيدها وتنميتها.